اشتهاها فقد زنى بها. فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي. فقد زنى بها. تفوق الليالي. تفوق الليالي. كبرت يا جرجس. يلا خلص جامعتك. عشان انا حطيت لك عيني على واحده لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحده زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاته. رئيس السويد. ايه مالها في حاجه؟ لا مفيش، اصلها رفيعه شويه. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبة هي اللي تدوم. اصلا يا بابا كمان حولة شوية. العجيبة يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوم مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. وانت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله، مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبه. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين، ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خايف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، احنا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا بابا. يلا بينا. يلا. قال لي يا بلاد الشيخ حسن حاجة يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران. حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله، ابنك ده يا شيخ حسن؟ ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكم وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك، وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب على اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر. لا مؤاخذة يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جار الواقف إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلاً. ما
مروحه؟ ايوه. طب لا رز من الايه؟ لا لا لا, لا 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 انا عارف افواه واروهم. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا 5 مرات في اليوم غير التراويح. ارفع الخلف يا عم، ابعد البتاعه دي عني. انا خلف ايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاعه دي عني. انا خلف. واحد 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 واحد. ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انت طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد. نمره 18. يا ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحات. صحيح، جانيت بنت وليم شحات. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعال تعال، ما تخافش. يلا أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. شايف؟ شايف الشقة نظيفة وزي الفل إزاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل أسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، اداني شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا قوم احلقها. سمعت ثريد تامر حسني الجديد؟ اسمع ثريد تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي. تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لو بقى اليومين دول ما تبلش بقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك. احمد ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك انا حسن العطار، زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟
المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمر. يا عم خليك معايا. ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزم بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه في انهي جامع؟ ما اعرفش اصلا انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل يا هرس. اتفضل. لا والله اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حسن. اتفضل. ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا مرقص. اتفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان. قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب. ارحمنا واغفر لنا خطايانا. جبت فيلم جامد جدا. ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 لـ 6؟ انا اتفقت مع احمد ونانسي خلاص. طيب انا خلاص محاضرة واجيلك. ماشي. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد حسن العطار؟ أيوة. ابن الشيخ حسن العطار. أيوة. ده وقتنا وراك يا شيخ. أيوة. أنا عبد النبي طه، مقرر أسرة شباب الإسلام. أيوة. أنت عارف يا أخي عماد إن انتخابات اتحاد الطلبة الأسبوع اللي جاي. أيوة. وإحنا بنكون الكوادر المهمة اللي هتكمل المسيرة بتاعتنا بعدنا إن شاء الله. أيوة. إحنا عاوزينك معانا. أيوة. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في أسرة شباب الإسلام.
بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي جنن؟ ايه ده ايه ده؟ انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ اه مسيحيه بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج مبروك عليك. لا يا احمد لا يا احمد الموضوع هنا مختلف يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم عماد. غايبة عني فين؟ ها كنت فين وانا فين؟ جيت لي منين؟ والايام دي كانت غايبة عني فين؟ نظرة عيني فايتة القلب وفي جناحين من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. أنا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي أحسن حتة بحب أجي أقعد فيها. والله يا مرقص يا أخويا قعدتنا إحنا الاتنين على البرش كانت من أمتع الأوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يحفظها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. إحنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة. قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي إزيك يا راجل عامل إيه أنت وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده. ده مين؟ ده جرجس. مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية؟ اما جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزة تبقى جرجس بالعافية؟ اما هي دي الأخرى فيها اتصال؟ اتفضل مع السلامة. هو جرجس. يلا بقى امشي. اتفضل امشي من هنا. حاجة عجيبة. ناس بقت غريبة. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه. روح رايح جري عليه بالحضن والبوس وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله بستين نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه السكري ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس. انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك اخ بولس. انا مش بولس يا حضرتك. الله مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس هو بولس وباين لي التاني جرجس. لا 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 ثلاثه بالله العلي العظيم انا بولس سبحانه وتعالى بيحبني شيخ حسن. تعال لنا يا شيخ بلال. حبيبي تعال في حضن يا شيخ بلال. حبيبي حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل. سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه. قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن. وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن خمس دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ أيوه مرقص. أهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكوا؟ شايف يا بابا عشان تقبوا تصدقني؟ عشان تقبوا تصدقوني كلكوا؟ أنا ما بفتريش على حد.
اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلنا كلنا. عيب يا هاني، ما حدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه، دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العماره يا ويليام، ده وش الفساد يا اخوانا. انا ما اقدرش، الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العماره. هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده بره العماره يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع، اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العماره غصب عنكم وعن خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت، لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا نيلادك؟ تعالى يا ميسرحي. اهم جم اهم جم، قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين. الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهد يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرضك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسال بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت بتجيب بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه، ما يصحش كده. الله يسلمك. شكرينا يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. مش هتكلم اللواء مختار يشوف هنعمل إيه في الواقعة اللي إحنا فيها دي؟ كلمت يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا عبيد؟ أنا بعيش أسعد لحظات حياتي. بتعيش أسعد لحظات حياتك إزاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت ويليام شحات. فرغت يا عم حسن، كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقة أول داير محرم بيه أوضتين وصالة ب 1500 جنيه في الشهر. طب وإحنا يا بدوي؟ ما لقيت لنا شقة. يا عم مرقص اقعدوا مع بعضيكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانية. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش، في الباميه ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت، اعملوا كابانيوت بعد الملوخية كابانيوت. مريم، انا عمري ما عرفت الحب ده يعني ايه. طول عمري مركز في مذاكرتي وفي صلاتي وفي علاقتي بربنا، عمري ما جرؤت اني اكلم واحدة. انا كنت. انت عايز تقول ايه يا عماد؟ قول. انا بحبك يا مريم، بحبك قوي. ايه اطمن؟ هو انت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، اصل انا ما ينفعش اتجوزه مع انه احسن مني ماديا. انت مفيش حد في الدنيا دي كلها احسن منك. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي في حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد،
أنا اسمي جرجس، أنا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم في في مصيبة، ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة، مسلمة.